قال مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني بهاء دمتري إنه لا بد من الوصول لتوصيات تساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي. وأضاف دمتري أن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب أن يكون لدينا إرادة حقيقية لخلق بيئة تشجع المستثمرين على العمل على أرض الواقع. مشاركة الصناعة حاليا في الناتج القومي المحلي هي حوالي 16%، والمفروض ان احنا بنسعى ان احنا نوصل بها من 30 ل 35%. هذا الرقم لم يؤخذ كده اعتباطا، هذا الرقم اخذ بناء على تجارب دول شبيهة بأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية. هذا رقم صحيح هو يبدو ان هو ضعف، لكن مش مهم، المهم ان احنا نبدأ، والمهم ان احنا نضع خطة ناتجة عن توصيات ومعاناة اللي اتقالت النهاردة واللي بتتقال دايما ما هياش جديدة، نضع خطة بقى لمواجهة هذه التحديات وتنفيذها والوصول بما نستحقه احنا كمصر وكشعب مصري للمستوى الذي يليق بأقراننا.